لسنين طويلة استقر الطب الشرعي على أن كل بصمة إصبع فريدة ومختلفة عن أي بصمة تانية، لكن أخيرا كشف علماء جامعة كولومبيا عن مفاجأة مثيرة. في دراسة حديثة قال العلماء أن بصمات أصابع الشخص الواحد ممكن جدا تكون متشابهة، وأن التشابه بيكون في منطقة وسط بصمة الإصبع. علشان الباحثين يوصلوا للنتيجة دي حللوا عن طريق الذكاء الاصطناعي حوالي 60,000 بصمة إصبع من قاعدة بيانات تابعة للحكومة الأمريكية. العلماء بيقولوا ان اكتشافهم هيساعد الطب الشرعي على تضييق نطاق الاشتباه في ارتكاب الجرائم باكتر من 10 اضعاف. يعني لو عندنا جريمة مشتبه في حوالي 20 شخص بارتكابها، بفضل الاكتشاف ده هيكونوا حوالي شخصين بس مشتبه فيهم. بعض المختصين في الطب الشرعي هاجموا الدراسة وقالوا انها مجرد زوبعة في فنجان، وان الاصل ان بصمة الاصبع بتكون مختلفة وفريدة. فهل يا ترى الدراسة دي هيكون مصيرها النسيان، ولا هتكون مقدمة لثورة في مجال الطب الشرعي؟